كالخفافيش ينطلقون صوب منازل المواطنين، يقتحمونها، يروعون سكانها ويحطمون محتوياتها. الأمر لا ينتهي هنا، فالاحتلال وجنوده لم يكتفوا بسلب الأرض والسماء والثروات والحرية والخصوصية، ووصل بهم الحد لسرقة الأموال والممتلكات الشخصية. بعد ما نزلوا روحوا انسحبوا، بعد في المصاري اللي عندي طلعوا خسيات 10,000 شيكل. طبعا مع التفتيش دخلت عندي الدور حارق، يعني كانت ما فيش، قلت توقعت انه يكون بين الاواعي وقعات. يعني بعد ما رتبوا الدور ودورنا ما خلاناش محل ما دورناش فيه، طبعا تبين انه في خسيات مسروق 10,000 شيكل. أنا اجى الضابط امر انه ما حداش يطلع من الغرفه الا بعد الانسحاب بربع ساعه. بعد ربع ساعه طبعا انسحبوا، الواحد بده يشوف شو عملوا في الدار وشو سووا. بلشنا نتفقد في البيت، نزلنا على انا وزوجتي على الدار هون، نتفقدنا في الدار، طلعنا الا المصاغ الذهبي تاع زوجتي تقريبا 350 غرام، اكثر من 350 غرام كله مفقود. ليست المنازل وحدها كمائن الجنود لسرقة المواطنين، فقد شكلت الحواجز العسكرية واقتحامات المحال التجارية بيئة إضافية لتلصص الجنود وإشباع رغباتهم بارتكاب الجرائم. والله أنت بتحكي عن يعني حالات سرق فيها كميات كبيرة من الأموال، عشرات الآلاف، أحياناً مصاغ ذهبي بمئات الغرامات من الذهب، هواتف نقالة، يعني أي شيء كان يعني يبيح بيدين جندي وهو يفتش المنازل كان يأخذ. مئات الآلاف تمت سرقتها من منازل الفلسطينيين أثناء قيام قوات الاحتلال باقتحامها خلال السنوات السابقة دون توفر إحصائية دقيقة لدى الجهات الفلسطينية أو المؤسسات الحقوقية التي تهتم بالتوثيق لتحديد عدد هذه الحالات. حتى اللحظة تم استدعائي من قبل اللي هو الشرطة العسكرية الإسرائيلية تقريبا 4 مرات أو 3 مرات. طبعا في كل مرة كانوا يستدعوني فيها أروح يأجلوا الموعد، أروح يأجلوا الموعد، أروح يأجلوا الموعد. آخر مرة رحت فيها طبعا قابلوني، طبيعة مقابلتهم وأسئلتهم تعجزية، يعني لدرجة أنه بيسألك لون بسطار الجندي أحمر ولا أسود، أسود ولا أبيض، يعني طبيعة المقابلة كمان إشي تعقيدي. رحت قابلتهم، فإحنا أنت مقدم شكوى ضدنا وبدنا نشوف شو اللي صار معك، فحكيت لهم اللي صار وطلبوا زوجتي وطلبوا ابني. فالمرة الثانية أخذت ابني، قالوا بدنا ابنك يجي، ورحت أنا وياه. فبحكي له عن شو بدي أستفيد أنا، يعني طلبتونا شو بدكم تسوي، يعني إذا غريمك القاضي لمين تشكي، أنتوا بتجيبوا لي حقي. قال لي طبعا بتقول لي انت مش ملاحظ انه في مهتمين في امرك، يعني من اعلى المستويات مهتمين فيك، وهذا الحكي يعني احنا بدنا نلغيه، واذا كان موجود بدي جنود بدنا نتعاقبه. فبقول يعني بين اشي معك، يعني اللي طبعا بين عندنا وجبنا الجنود وعرفناهم حققنا معاهم. مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بيت سيلم أعلن في نيسان إبريل من العام 2016 التوقف عن الملاحقات القضائية ضد جرائم الجنود والاكتفاء بالتوثيق، كون الاحتلال يستخدمها أكثر كأداة لتبرئة الجنود. غالبا بيكتشفوا الناس بعد مغادرة الجيش الإجراءات يعني ضعيفة. المؤسسة القضائية الإسرائيلية مؤسسة يعني منحازة للجيش، وبتحقق يعني مع نفسها، ما بتنصب الضحايا في مسائل السرقات ومسائل أخرى، مش بس السرقات، يعني مسائل القتل، مسائل الاعتداءات الأخرى. يعني ما عشان هيك يعني بيت سيلم قررت قبل حوالي سنتين توقف التعاون مع المؤسسة القضائية الإسرائيلية، والآن احنا بس بنوثق توثيق. في لمدة 25 سنة كنا احنا نقدم شكاوى ونتابع الضحايا ونرافقهم للشرطة العسكرية مشان نقدموا شهادات عن هاي الانتهاكات ومن بينها السرقات. حكومة الاحتلال لم تلقي بالا لمئات السرقات التي قام بها جنودها من قبل والتي وثقتها مؤسسات حقوقية، إلا أن مشهدا موثقا عبر كاميرا الهاتف لسرقة جنود الاحتلال لحبات فاكهة من إحدى البسطات في مدينة الخليل دفع ساسة الاحتلال للاعتذار واتخاذ إجراءات بحق الجنود حسب الادعاء. من مدينة الخليل، حمزة الحطاب، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاة. صورته.